الكاتب الكبير إبراهيم عيسى وجه بارز من رموز الفكر والإبداع والتجديد في بلادنا، خاض لسنوات طويلة العديد من المعارك الفكرية، كانت دائما حرية الفكر والتفكير والتعبير في قلبها، كما كانت مواقفه الشجاعة ضد تيارات التطرف والتكفير إطارها وقوامها الوطني. بدأ إبراهيم عيسى رحلته مع القلم في مؤسسة روزا اليوسف منذ أن كان طالباً في السنة الأولى بكلية الإعلام، وفي نهاية التسعينات من القرن الماضي كانت تجربته الصحفية الأهم في جريدة الدستور التي أسسها ورأس تحريرها في ديسمبر 1995، وتحولت منذ ذلك الوقت إلى مدرسة صحفية خرجت منها أسماء لامعة كان لها تأثيرها الكبير في الحياة الصحفية المصرية. وفي عام 2011 تولى عيسى رئاسة تحرير جريدة التحرير التي استمرت حتى 2015، وبعدها أطلق جريدة المقال التي كانت أول جريدة متخصصة في المقال الصحفي. قدم إبراهيم عيسى خلال مشواره العديد من البرامج التلفزيونية التي أثارت موضوعاتها الكثير من الجدل، وتزامنت مسيرة إبراهيم عيسى الإبداعية مع عمله الصحفي والتلفزيوني، حيث أصدر العديد من الروايات والكتب الفكرية، منها مريم التجلي الأخير وأفكار مهددة بالقتل ومولانا ومقتل الرجل الكبير وكتابي عن مبارك وعصره ومصره والإسلام الديمقراطي واذهب إلى فرعون وتاريخ المستقبل وصاحب المقام. وخاض إبراهيم عيسى في السنوات الأخيرة أيضاً معارك درامية بأفلام ومسلسلات من تأليفه طرحت المسكوت عنه من قضايا اجتماعية مهمة، من بينها الخطاب الديني والتطرف في فيلم مولانا وصاحب المقام والضيف، وفي الدراما ناقش قضية الحضانة والعنف ضد المرأة في مسلسل فاتن أمل حربي، كما طرح العديد من مشكلات المجتمع وموقفه من المرأة في مسلسله الأخير بشهر رمضان حضرة العمدة.